احتفل أمس مناضلو ومناضلات حزب الدي بي سي الكاميروني المقيمون بالعاصمة إنجمينا، احتفلوا بالذكرى 32 من تأسيس حزب التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني. المناسبة جرت بمقر السفارة الكاميرونية هنا في العاصمة إنجمينا وبحضور سعادة السفير أويا أومارو سندا. تقرير محمود موسى الفيل. وسط عدد من الجالية الكاميرونية المتواجدة في العاصمة إنجمينا، احتفل مناضلي ومناضلات الحزب الحاكم بدولة الكاميرون RDPC حزب التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني، وذلك بمرور 32 سنة منذ تأسيس الحزب في 24 من شهر مارس 1985. هذا وخلال هذه المناسبة تحدث الرئيس الفرعي للحزب جوزيف بوبدا، الذي قال إن الاحتفال بتاريخ تأسيس الحزب يعد من الأشياء المهمة والتي تدفع إلى تقدم وازدهار الحزب، مشيرا في حديثه عن الدور الذي يلعبه المناضلين والمناضلات في الانتخابات القادمة، طالبا منهم السعي والجدية والاستمرار في الأنشطة السياسية بغية تحقيق النجاحات في الانتخابات المقبلة، متمنيا دوام الصحة والعافية والسلام في ربوع البلاد. وفي في نهاية خطابه ذكر جوزيف بأن عدد مناضلي الحزب من الجالية الكاميرونية المقيمة في تشاد وصل إلى 4000 مناضل ومناضلة.